إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، ومرحبا بكم في قناتكم أوريز نيوز. إذا كما شفنا كاملين يوسف أنصيري وياسين بونو جاوبوا على بزاف ديال الأسئلة ديال الجمهور المغربي، ويوسف أنصيري كيسول الأسئلة لياسين بونو، وياسين بونو كيسول الأسئلة ديال الجمهور ليوسف أنصيري، وكل واحد كيجاوب. والسؤال اللي بان لي انا ما قدرش بونو يطرحو عليه ولكن طرحو، قال لي كيفاش كتقبل الانتقادات اللي كيجي للجمهور المغربي؟ جاوب نصيري قال لي انا ما كنقراش داك الشيء، رغم انه كيقرا وكيعرف ولكن كيتجاوز، وممكن انه ياثر عليه مع اشبيليا ولكن داك الشيء ما تيكونش باين. ولكن يوسف نصيري جاوبنا في كاس العالم وسجل اهداف فرحتنا، خصوصا الهدف ديال مع البرتغال اللي هو هدف ثمين وصلنا نصف النهايه. وهذه الصوره كتبين العلاقه اللي كتربط بين يوسف نصيري والصديق ديالو ياسين بونو اللي كيلعبوا في اشبيليا، واحد مهاجم في النف والاخر في مرمى الدفاع. وكما كتعرفوا ان اشبيليا كتعاني في الدوري الاسباني، وحتى الفوز ديالهم على مانشستر يونايتد كان بسبب هاد اللاعبين المغربيين. يوسف نصيري سجل جوج الاهداف وبونو تصدى العديد من الاهداف، لان الدفاع ديال اشبيليا ماشي دفاع اللي هو ممكن ان يتعول عليه في المسابقات الاوروبيه، حتى في الدور الاسباني راه حتى المراتب الاخيره تقريبا الا بعض الاستفاقه في المباريات الاخيره. هاد الصوره هذه هي الجائزه اللي كان خداها بونو في مباراه البرتغال، ولكن شد واحد الجائزة أخرى، وهذه الجائزة بحكم أن يوسف نصيري هو اللي سجل الهدف وعطوها لبونو، ولكن بونو عطاها ليوسف نصيري. وعطتنا واحد الصورة جميلة أن ياسين بونو ماشي مادي، رغم أن ذيك الجوائز إلا شد جائزة واحدة وشد الثانية غيعطي الأخرى لصاحبه اللي كيشوف هو الأفضل وسجل الهدف. إذا نتمنى أن الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالنا ما تنسوش ديرنا لايك للفيديو والاشتراك في القناة، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.